مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص والذي يسعدني أن أحاور فيه معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، لنتحدث عن خدمات وزارة الإعلام التي واستعداداتها بإذن الله تعالى لموسم هذا الحج. أهلا بك معالي الوزير. أهلا بك أخوي هلال. معالي الوزير، وزارة الإعلام بلا شك تحمل على عاتقها مسؤولية تقديم الخدمة الإعلامية لتغطية شعيرة الحج وتبيان سماحة الدين الإسلامي من خلال هذا الركن العظيم وهذه الشعيرة التي يشهدها هذا الحشد الكبير من المسلمين في مواقع وأماكن محدودة في مكة المكرمة. فما هي أيضا إبراز جهود المملكة العربية السعودية والصورة الحقيقية والواقعية لهذه الجهود لشتى أنحاء العالم؟ كيف هي استعدادات الوزارة هذا العام؟ طبعا لا شك أنه الحج يعني حدث عالمي، ويعتبر اليوم أهم حدث سنوي يترقبه أكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم. لذلك يعني تولي حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله عناية كبيرة لهذا الحدث، وهناك توجيه ومتابعة مباشرة من القيادة الكريمة لكل خطوات الحج، وتوجيه الجهات الحكومية بأن تبذل الغالي والنفيس وأن تقدم كافة الإمكانات البشرية والمادية لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج وفريضتهم بكل يسر وسهولة. وزارة الإعلام أيضا من ضمن الجهات الحكومية التي أيضا تقوم بدور حقيقة جوهري ومهم لنقل شعائر الحج لكافة أرجاء المعمورة. فيعني نحن نقوم بدور تكاملي ومكمل للجهات الحكومية الأخرى. الهدف الأساسي ليس فقط يعني أن ننقل الحدث بشكل مباشر، وإنما أيضا تغطية كافة الجهود، سواء الجهود التي تقوم بها الحكومة بشكل عام أو تسليط الضوء على ما تقوم به كل جهة لها يعني علاقة بالحج. معالي الوزير، أطلقت مؤخرا في وزارة الإعلام هوية الحج لعام 1439 تحت شعار العالم في قلب المملكة. ما هي منطلقات هذا الشعار وكيف ستعملون على تحقيق أهدافه من خلال العمل الإعلامي؟ بلا شك نحن في وزارة الإعلام نستشعر عظم هذه الفريضة، ولذلك نستعد كل عام بكافة الإمكانيات لنقل هذا الحدث الفريد من نوعه لكافة أرجاء المعمورة، ويأتي ذلك من خلال خطة إعلامية متكاملة وشاملة طبقناها العام الماضي، ولله الحمد لقت أصداء طيبة، وهذا العام أيضا، واخترنا أيضا شعارا وهو العالم في قلب المملكة، وهذا الشعار يأتي أو يستمد روحانيته من عظمة الزمان وقدسية المكان. يعني الكعبة المشرفة هي يعني قلب مكة المكرمة، ومكة المكرمة هي قلب المملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية بهذه المقدسات هي قلب العالم. لذلك يعني تم استخلاص هذه المعاني ووضعها في شعار هذا العام. جميل. طبعا وزارة الإعلام تستضيف في كل موسم حج عدد كبير من الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة من مختلف دول العالم التي تشارك في تغطية هذه الشعيرة وتنقل للعالم أيضا الصورة الحقيقية لواقع الحج والجهود المبذولة في ذلك. هل بالفعل من خلال التجارب السابقة معالي الوزير لهذه الوسائل واستضافتها استطاعت أن توصل الصورة الصحيحة للحج والجهود التي تبذلها المملكة في سبيل ذلك؟ طبعا ما في شك أنه يعني حج كل عام
يجتذب المزيد من الراغبين في تغطيته من الناحية الإعلامية، فكافة وسائل الإعلام سواء كانت يعني إقليمية أو دولية ترغب في تغطية موسم الحج، وتأتينا طلبات متزايدة بشكل مذهل، يعني العام هذا أكثر بكثير من العام السابق. لذلك نقوم بتوفير كافة الإمكانيات التي تخدم هذا التوجه وهذه الرغبات. مهم عندنا أننا يعني أيضا نحاول أن يعني ننقل الصورة كما هي. لذلك خدمة وتسخير الإمكانات للراغبين في نقل يعني فريضة الحج ومناسك الحج لكافة أنحاء المعمورة هم بالنسبة لنا شركاء. هذا العام نستضيف أكثر من 250 إعلامي ينتمون ل 115 وسيلة إعلام إقليمية ودولية، ونسعى بكل ما أوتينا من إمكانات لتوفير وسائل الراحة لهم وأن يستطيعون نقل المشاعر ونقل فريضة الحج لكافة أرجاء المعمورة بكل يسر وسهولة. بالتأكيد تحرصون في الوزارة على تهيئة كافة الأجواء بالإضافة إلى البنية التحتية وما يحتاجه هؤلاء الإعلاميون من خدمة لتقديم التغطية الإعلامية، أيضا الأجواء الإعلامية بشكل عام، العمل في أجواء مريحة، نقل الأفكار والصور كما هي دون أي اشتراطات من الوزارة أو أي جهات حكومية. لا طبعا ما في شك، يعني نحن ننظر لهم كشركاء. المملكة العربية السعودية اليوم تقدم يعني خدمات يعني رائعة جدا ومميزة، ليس فقط على مستوى البنية التحتية وإنما الخدمات. هناك استقبال رائع في المطار، هناك تهيئة في المنافذ سواء البرية أو الجوية أو البحرية، هناك سهولة في الحصول على التأشيرات، هناك يعني تطوير للخدمات وليس البنية التحتية. البنية التحتية لا يستطيع يعني منصف أن ينكر يعني الجهود الكبيرة والاستثمارات الكبيرة والتقدم الكبير في البنية التحتية للحرمين الشريفين والمشاعر، وإنما الحديث أيضا الآن عن الخدمات والإجراءات وتسهيل كافة سبل الراحة للقادمين. هناك مع الوزير مركز للتواصل الدولي أيضا هو من ضمن مشاريع الوزارة مؤخرا، هذا المركز كيف ساهم في التنسيق مع القنوات ووسائل الإعلام سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي والاستفادة منه في موسم الحج؟ طبعا مركز التواصل الدولي الآن أصبح يعني نقطة الحقيقة، تواصل والدراء الإعلامي لوزارة الإعلام للتواصل مع الإعلام الدولي ومد جسور التواصل مع الإعلام الدولي ووسائل الإعلام العالمية الراغبة في تغطية سواء يعني موسم الحج أو تغطية أيضا الأحداث الأخرى. فكون خلال 8 أشهر الماضية خبرة أعتقد أنها جيدة جدا، وأصبح هو مرجع ومصدر من مصادر المعلومات لمعظم الصحف ووسائل الإعلام سواء كانت المرئية أو المقروءة أو المسموعة. فأن يكون لديك سنتر أو يكون لديك يعني مركز نعم يرجع عليه الراغب في الحصول على المعلومة ويرجع إليه الراغب في الحصول على أو المستفسر عن أحد الأسئلة، من يريد أيضا مساعدة، من يريد، أعتقد هذه مهمة جدا ولقيت أيضا تقبل كبير جدا، وهناك الآن مساحة أيضا كبرى كبيرة لتطوير المركز وأن يكون يعني داعما كبيرا في نقل ما يعني نقل التطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية لكافة أرجاء العالم. لا شك معالي الوزير بأنكم تراقبون باهتمام وتتابعون وتقيمون عمل وسائل الإعلام السعودية سواء الوسائل الإعلامية الرسمية أو أيضا وسائل الإعلام التي تتبع للقطاع الخاص بمختلف تخصصاتها وتنوعها. هل باعتقادك معالي الوزير أن هذه الوسائل استطاعت أن تقدم الصورة الحقيقية وأن تنقل الصورة الحقيقية للحج كما هو مطلوب منها؟ طبعا يعني وسائل الإعلام المحلية تقوم بدور كبير جدا، ويعني لديها إمكانيات عالية
وهناك مساحة أكبر طبعا للتطوير، وأن يكون لنا يعني أذرع إعلامية خارجية تستطيع أن تنقل حقيقة التطور الكبير الذي يحدث في كافة الأصعدة، وليس فقط في ما يتعلق بموسم الحج. سأستكمل معك هذه النقطة فيما يتعلق بالإعلام الجديد والاستفادة من هذه التقنية، ولكن اسمح لنا بفاصل ثم نعود إن شاء الله ونواصل هذا الحوار. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونحن في هذا اللقاء الخاص والذي نحاور فيه معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد. أهلا بك من جديد معالي الوزير. كنت قبل الفاصل تتحدث عن توسع الوزارة في تغطيتها لمناسك الحج وجهود القطاعات المشاركة من خلال التوسع في عدد القنوات ووسائل الإعلام، من ضمنها الإعلام الجديد الذي يساهم هو أيضا في نقل الصورة بشكل أسرع وانتشار أكبر. طبعا العام الماضي كان عندنا تجربة الحقيقة يعني جديدة، ولكنها أيضا لاقت الحمد لله أصداء كبيرة، وساهمت في نقل يعني وقائع حج العام الماضي بشكل جميل جدا، وهو إدخال وإعطاء الفرصة لمؤثري قنوات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد بأن يكونوا جزء من الإعلاميين المشاركين في تغطية حج العام الماضي. والعام هذا سوف نبني على يعني ما يعني النجاحات التي تحققت العام الماضي بأن نمنح أكبر قدر من الزملاء الإعلاميين المنتمين إلى الإعلام الجديد ومؤثري قنوات التواصل ومؤثرين في القنوات التواصل الاجتماعي، لأنه بالفعل هم اليوم يشكلون محورا يعني أساسيا وركنا جوهريا حقيقة في المنظومة الإعلامية. لذلك هذا العام سوف يكون هناك تركيز كبير جدا على الإعلام الجديد وليس فقط على الإعلام التقليدي. جميل. أيضا معالي الوزير، من الأشياء المهمة والتي يحتاجها العمل الإعلامي في مثل هذه المناسبات المراكز الإعلامية، خصوصا مع وجود أعداد كبيرة من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام يحتاجون إلى مثل هذه المراكز لإيصال رسالتهم وتغطيتهم، ما مدى توفرها وتوزيعها في المشاعر المقدسة؟ أهم ركائز نجاح أي تغطية إعلامية هو وجود مراكز إعلامية مجهزة تجهيز كامل و تكون فيها كافة أدوات التواصل ميسرة. لذلك حرصنا هذا العام أن يكون عندنا ثلاث مراكز إعلامية: المركز الإعلامي في مكة المكرمة، المركز الإعلامي في المدينة المنورة، والمركز الإعلامي في جدة. والهدف أنه يتاح في كل مكان وكل منطقة من هذه المناطق للإعلاميين المشاركين في تغطية الحج من كافة أنحاء العالم تتاح لهم الفرصة التواصل مع صحفهم ومع يعني محطاتهم ومع مدراءهم ومع المسؤولين عنهم بكل يسر وسهولة، وأن تكون لديهم الإمكانيات كافة متوفرة في إعداد الخبر وإرسال الخبر ويعني التحرير وما إلى ذلك. لذلك المراكز اليوم المتوفرة في مكة والمدينة وفي جدة يعني مراكز موفر فيها كافة السبل ومن أفضل المراكز التي قمنا بإعدادها حتى الآن. جميل. أيضا من ضمن اهتمامات الوزارة بالتأكيد هو موضوع التوعية، إيصال المعلومة إلى الحجاج قبل قدومهم وأيضا بعد وصولهم إلى المملكة العربية السعودية بالنسبة لحجاج الخارج وأيضا لحجاج الداخل. عندما تصلهم المعلومات بشكل جيد يعرفون من خلالها الإجراءات، يعرفون ما هو مطلوب منهم، ما ينبغي عليهم الالتزام به أثناء تأدية الحج، حفاظا على سلامة الحجاج والحج بشكل عام. فكيف تعملون في وزارة الإعلام على إيصال الخدمة التوعوية عبر الوسائل المختلفة قبل موسم الحج؟ طبعا نحن نعمل يعني بالتنسيق مع وزارة الحج الحقيقة في هذا الموضوع، والجهات الأخرى مثل الجوازات وغيرها من الجهات التي لها علاقة
كبيرة جدا في تسهيل إجراءات الحج، ونحن مكملين لهذه الجهات من حيث تسخير كافة الإمكانيات لدى وزارة الإعلام لنقل الصورة، التنبيه على الأخطاء، إيصال المعلومة المتوفرة، وقد ساهمنا معهم أيضا في موضوع طريق مكة الذي كان الحقيقة يعني مبادرة رائعة جدا، وتم يعني تغطيتها بشكل جميل جدا سواء داخليا أو خارجيا. التلفزيون الماليزي اشتغلنا معه، وكذلك التلفزيون الأندونيسي، وكافة القنوات الموجودة في الدول التي اهتمت بهذا الحدث الكبير. وهذا يعني جزء بسيط مما يتم العمل معه في يعني في تغطية كافة الأمور التي لها علاقة بالتوعية وعلاقة بتوفير المعلومات التي يريدها الحاج. لدينا أكثر من 4 لغات يتم ترجمة كافة المعلومات ويعني وسائل التنبيه باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، ومن خلال المراكز الموجودة يتم أيضا إرسالها للمراسلين والصحفيين من كافة أنحاء العالم. معالي الوزير، اعتدنا في حج كل عام أن تظهر بعض الأصوات والوسائل الإعلامية التي تشكك في الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج، وتعمل على تشويه صورة الحج من خلال تسييس هذه الشعيرة واستخدامها في غير إطارها وفي غير ما تسعى له المملكة العربية السعودية. في وزارة الإعلام أنتم كيف تفندون هذه الادعاءات وتزييف الحقائق، وكيف تردون عليها؟ طبعا ما تقوم به حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين من جهود كبيرة يشهد لها القاصي والداني، ومتابعة يعني سير الحج يأتي بشكل مباشر من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، وتأتي التوجيهات لكافة الجهات الحكومية بشكل مستمر بأن تقدم كافة الإمكانيات سواء البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمة. هذه الأصوات نسمعها في كل عام، والهدف لا أعتقد أن لها تأثيرا كبيرا على أرض الواقع، وإنما هدفها هو التشويش. الرد الأمثل عليها هو أن نتيح الفرصة لكافة وسائل الإعلام أن تأتي وتنقل الحدث كما هو، وهذا يبرز الحقيقة الجهود ويلجم هذه الأصوات. هذا العام يعني من ضمن خطتنا الإعلامية الشاملة استحدثنا وحدة الأزمات الإعلامية، والهدف الأساسي من هذه الوحدة أن تساهم بشكل مباشر في نقل الحدث كما هو، وحتى لو كان هناك حادثا لا سمح الله فينقل كما هو وبشكل مباشر من قبل، بالتعاون طبعا مع الجهات المعنية ومن قبل المتحدثين الرسميين في كل جهة وكل جهة فيما يخصها من يعني من عمل. والهدف الأساسي أن نقطع الطريق على هذه الأبواق التي هدفها فقط التشويش ومحاولة الإساءة للمملكة العربية السعودية. للأسف الشديد يستخدمون شعيرة عظيمة وهي شعيرة الحج لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة. إذن أنتم تردون عليها من خلال إتاحة الفرصة لكل من يريد أن يطلع على الحدث كما هو أو المعلومة كما هي، وخصوصا أن موسم الحج ووجود هذا العدد الكبير من الحجاج معرض لأن يكون في حوادث طارئة في أي لحظة. ما في شك لم يأتي شخص للحج سواء كان يعني أتى بقصد الحج أو أتى يعني ك يعني ضيف إعلامي أو أتى لنقل يعني الأحداث إعلاميا وخرج بانطباع سلبي. الكل ولله الحمد يأتي ويثني ثناء كبيرا على هذه الجهود، بل الكثير منهم يخرج منبهرا لأنه إدارة 3 حشد من 3 ملايين نسمة في مكان صغير وفي وقت ضيق جدا، ويؤدون نفس المناسك ويتحركون بنفس الطريقة، وهؤلاء يأتون من دول مختلفة ولغات مختلفة وثقافات مختلفة. يعني إدارة هذا إدارة الحشود بهذه الطريقة الرائعة المميزة لا يمكن أن يقدرها إلا من أتى وراءها. لذلك نحن نحرص كل عام على أن نزيد عدد وسائل الإعلام التي ترغب في نقل الحج. جميل. رسالتك معالي الوزير في ختام هذا اللقاء لجميع الإعلاميين العاملين في الحج والذين سيقومون
بتقديم الخدمة الإعلامية وتغطية هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة شعيرة الحج، ماذا تقول لهم؟ أقول الحقيقة سواء الإعلام المحلي أو الإقليمي أو العالمي أنه موسم الحج وشعيرة الحج هي حدثا عالميا كبيرا جدا يتوق له الجميع الحقيقة، يعني لا شك أن المسلمين يراقبون هذا الحدث ويعني يريدون أن يشاهدون هذا الحدث عن قرب، ولكن أيضا غير المسلمين أيضا، لأنه أصبح بالفعل حدث يعني عالمي ينتظره الجميع. فهناك مسؤولية كبيرة علينا جميعا، ويجب علينا أن نستشعر عظم هذه المسؤولية وأن ننقذ الحدث بكل أمانة وصدق وأن نكون فعلا مؤثرين، لأن كل ما يحدث اليوم في المشاعر خلال يعني أداء فريضة الحج وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام هو نقل لإحساس الحاج ونقل لروحانية هذا المكان وقدسية هذا المكان. لذلك هي فرصة لكل إعلامي أن يظهر إبداعه في نقل ما وصلنا إليه من تقدم ورقي، نقل المشاعر الرائعة للحجاج والذين يأتون من كل مكان بمختلف لغاتهم وبمختلف جنسياتهم وأعمارهم ومستواهم التعليمي وما إلى ذلك، يأتون في مكان واحد يقصدون رضا الله سبحانه وتعالى. فأتمنى بإذن الله تعالى أن يعني يسهل الله سبحانه وتعالى عليهم أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة. سعدنا كثيرا معالي الوزير أن كنت معنا في هذا اللقاء الخاص، وقد تحدثتم عن جهود وزارة الإعلام في موسم الحج واستعداداتها في هذا الموسم. شكرا لكم معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، أنا أسعد، الله يسلمك. والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلتقيكم بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة، في أمان الله.